اعطينا الشيء اللي ترومين تعطينا اياه، اي شيء حصري، ودك تخبرينا تحمسين جمهورك ومحبينك على هذا الالبوم. في عندي طبعا شغاله على البوم باذن الله، ان شاء الله يعني ميني البوم ان شاء الله يخلص بفتره قصيره، تعاونت فيه مع اكيد يعني صانع النجوم الفنان المبدع علي صابر فعلا، مع الشاعر رامي العبودي، عثمان عبود، مع كذا موزع ايضا منهم محب الراوي، زيد عادل، عثمان، عشان ما أنسى أحد، حسام الدين، يعني كلهم أسامي لامعة ومبدعين. صحيح. صحيح. وأيضا مع الملحن أزهر حداد، فإن شاء الله يعني ويخلص قريبا إن شاء الله. فقبل شوي إحنا قلنا إنه الكلام بالنسبة لي جدا مهم بالأغنية، نعم. فقلت لك إنه في عندي جملة من الأغاني سمع اللي هي طبعا هي الأغنية بعد ما تسمت، فتقول اللي ماخذ عني صورة مو حلوة، أيوة، خلي انتظرني راح ادزل الاقوى. الله. يعني حتى في اختيار الاغاني، حتى في يعني اي شخص ماخذ عني صوره مو حلوه او ظالمني، جايت لنا انتظرني راح يسمع الاقوى او يشوف الاقوى.